ازيكوا حبايبي، عاملين ايه؟ والنهاردة بنتكلم عن احداث حلقة 95 من مسلسل حيرة. وهند هتبوظ جواز كمال ورويدة، وتعالوا نشوف ايه اللي ممكن تعمله. والحلقة النهاردة قوية جدا، لان النهاردة المفروض كمال ورويدة هيتجوزوا، لكن في نهاية الحلقة هتبقى فيه مفاجأة جامدة. تعالوا نشوف. في البداية هند متضايقة جدا وبتتكلم مع ناس بتتفق معاهم على حاجة معينة. بينما بلقيس كانت قاعدة في البيت هي وسهير ومستنية رويدة ترجع. المفروض ان هي راحت علشان تشوف شغل. رويدة بتروح لهند وبتقول لها ان هي ما قدرتش تعمل اللي هي عايزاه، ما قدرتش تكره كمال فيها لانها حاولت كتير، لكن كمال متمسك بيها. قالت لها خلاص انا هتصرف. قالت لها هتعمل ايه؟ قالت لها مالكيش دعوة انا اصلا مسافرة. قالت لها طب استني. قالت لها خرجي بره، وطردتها بره. وبنشوف بعد كده ان فريدة كانت عند سعاد وخرجت من عندها وقابلت كمال بالصدفة. فضلت تتكلم معاه وبيقول لها تعالي لما اشربك شاي في مكان بروحه يعني دايما، ويفضلوا يفضفضوا مع بعض ويتكلموا. وهي بتقول له ازاي حال رويده معاك، البنت كويسه وشكلها بتحبك وانت كمان بتحبها، اوعى تضيع حبك، لازم تتجوزها في اسرع وقت. قال والله انا عايز، لكن هي اللي بتمطل دايما. قالت لازم تعملها مفاجاه ولازم تتجوزها، ما تعملش زي اخوك اللي تخلى عندي بمنتهى البساطه. طالما بتحب يبقى لازم تتجوز. فكرتيني بنفسي لما قال لي جمال كذا مره نتجوز وانا رفضت، وفي الاخر اديك شفت اللي حصل لنا. وبتحاول تقنعه ان هو طالما بيحبها يكمل معاها. بينما عدنان قاعد على السفره مع عيلته، وكمان كانت ام سمر موجوده وسمر، ودي كانت متضايقه جدا من وجود ام سمر دي، لانها بتضحك كتير وبتهزر ودايما يعني بتتكلم مع عدنان، وهي طبعا بتغير عليه جدا. وهي بتقول لعدنان ان هي متضايقه جدا لانها قاعده لوحدها دايما. سمر بتاخدها على جنب وبتقول لها تاني مفيش فايده فيكي، قلت لك ابعدي على عدنان. وبتهزق فيها. وبيدخل جمال وبيلاقيهم مع بعض، لكن طبعا بتعمل نفسها ان هي يعني بتحبها وبتسلم عليها يعني. جمال قال لسمر يلا بينا عشان نخرج. مديحه موجوده عند وفاء ومتضايقه، بتقول ان هي مش حابه ابدا ام سمر دي، وان ابوكي عامل زي ما يكون مراهق بالظبط. ما رضيتش تاكل عندها وقالت لها انا قايمه ماشيه، وقامت علشان تشوف عدنان بيعمل ايه في البيت. بنلاقي بعد كده ان فريده بتكلم كمال وهي بتقنعه بموضوع الجواز، وبيوافق وبيقول طب نعمل مفاجاه لرويده ونروح عند المأذون واتصل بسهير يعني، ونتكلم كده ان احنا نعمل مفاجاه ونجيب رويده ونخلص الموضوع كله. طبعا بيوافق كمال وبيبقى فرحان جدا، وبيعمل كده فعلا، بيكلم سهير وبيقول لها انا عامل مفاجاه لاختك، انا هتجوزك لاختك وهتجوزها لو هي جنبك اوعي تقولي، وانا لازم اتجوزها النهارده. قالت خلاص ماشي تمام انا هخليها تجيلك. وطبعا المفروض ان هي تروح تقابل كمال. وبتقول سهير لامها، وامها بتفرح جدا ان هم هيتجوزوا النهارده وانه عامل لها مفاجاه. وبالفعل كمال بيروح علشان خاطر يظبط الموضوع عند المأذون ويظبط الدنيا علشان الجواز. فريده بتساعده وبتجيب الطرحه وبتجيب الورد وبتظبط الدنيا. عدنان خارج بتوقف ام سمر، بيقول ان هو رايح الشركه. قالت انا زهقانه جدا وقاعده لوحدي دايما، وعلى طول بنتي بتبقى موجوده في الشركه. قال لها خلاص بلاش شركه النهارده، ايه رايك اخرجك وافسحك؟ قالت تمام يا ريت. رايح على طول مكلم السواق، وبعد كده ساب تليفونه في البيت وقال لام سمر استعدي عشان نخرج. وطبعا مديحه كانت لسه بره، ساب التليفون علشان مديحه ما تتصلش بيه. بنلاقي بعد كده ان سهير بتقول لاختها لازم تلبس حاجه مفرحه كده. كانت لابسه فستان، قالت لها البسي فستان ابيض وانت رايحه تقابلي كمال. قالت لها اشمعنى؟ قالت لها اه كده وخلاص. كمال بيتصل بجمال عشان يقف معاه في اليوم ده، بيروح له على طول. بتبقى هناك فريده طبعا بتساعد كمال في التجهيزات، وجمال فرحان جدا لاخوه. وبتوصل مديحه وبتسال عن عدنان، وبتلاقيه خرج مع ام سمر، بتتصل بيه وتلاقي تليفونه في البيت، بتتضايق جدا. بينما بيروح كمال علشان يفاجئ رويده ويقول ان هم هيتجوزوا النهارده، وبياخدها وبيروح على طول على المأذون. وام سمر كانت موجوده مع عدنان في العربيه خارجين مع بعض، بتتصل سمر بتقول ان هي مع عدنان، بتتضايق منها وبتقول لها ايه اللي خلاك تخرجي معاه، مش بتسمعي كلامي ليه كده، وبتزعق فيها. بينما فريده فرحانه جدا لجمال، وطبعا كان معاها جمال ومستنيه كمال ورويده لما يجوا من بره. وسام شاف كمال ورويده وراقبهم وراح وراهم علشان يشوف هم فين. وسام بيتصل بهند بيقول لها ان هم رجعوا لبعض وباين لهم رايحين لمأذون علشان يتجوزوا، انا مراقبهم وشفتهم. وبروحوا فعلا لمأذون، ويعني فريده بتلبس الطرحه لرويده وبتديها الورد، ورويده بتعيط ومش عارفه تعمل ايه وخايفه جدا من هند. بينما بعد كده بنشوف ان كمان وفاء هتاخد جوزها سيف في العربيه ورايحه على المأذون علشان تكون مع اخوها. بينما سهير وامها بيجهزوا علشان رايحين على طول على المأذون علشان يشوفوا رويده هناك ويباركولها على الجواز، وكانوا سعداء جدا وبيجهزوا. وفريده بتساعد رويده، وجمال طبعا بيبص لفريده وبينهم نظرات كده. بينما بنلاقي ان هند بتبعت رساله لرويده تخوفها على امها، فبتتصل بسرعه رويده بمامتها وتقول لها انت كويسه؟ قالت لها انا كويسه مفيش حاجه، وانا جايه دلوقتي انا واختك. بينما في زي عصابه كده كام راجل طول بعرض واقفين عند الباب بتاع بلقيس. بنلاقي بعد كده ان مديحه بتتضايق وبتقول سعاد في العمر ده الراجل ده خارج مع ام سمر ولا كان مراته بالظبط، كانه في سن المراهقه، وبتبقى متضايقه جدا من تصرفاته دي.
بينما رويده بتكلم هند وبتقول لها في ايه بالظبط، انت عايزه ايه؟ قالت لها انا قلت لك حياه امك قصاد كمال، وطالما انت ما رضيتيش ترجعي لي كمال يبقى انا هاخد حياه امك. قالت لها دي بتقول ايه؟ قالت لها افتحي فيديو وهوريكي دلوقتي. بتفتح فيديو رويده وهي طبعا خايفه، وبتشوف ان الرجاله اللي كانوا واقفين عند الباب عند بلقيس اللي بعتهم هند بيضربوا مامتها واختها، وطبعا بتصور لها المنظر بالفيديو وبتقول لها انا ممكن اخليهم يموتوهم على فكره، قدامك فرصه تقولي لا وما تتجوزيش، ولو اتجوزتي انت حره هرجع لهم تاني ومش هتشوفيهم مره تانيه. وطبعا بتبقى خايفه ومرعوبه وفضلت تعيط. سهيل بيتصل بعد كده بعدنان لانه ما جاش على الشركه، وبعد كده بتقول لسعاد ان هو خرج مع ام سمر وبيبقى سعيد جدا، وبيروحوا هما الاثنين عدنان وام سمر على احد الاماكن ياكلوا مع بعض، بينما في يعني عند المأذون بيتم كتب كتاب. طبعا كمال بيقول ان هو موافق، وسام بيوصل وبيشوف كتب كتاب رويده وكمال وهو مقهور ومتضايق جدا، بينما المأذون بيسال وبيقول راضيه ان كمال يكون جوزك يا بنتي، لكنها سكتت وفضلت تعيط. بلقيس مغمى عليها، وزهير قامت بعد ما انضرب هما الاثنين وبتحاول ان هي تفوقها، بينما بنشوف بعد كده ان رويده لما بيسالوها هل ترضي ان انت تتجوزي ولا لا كمال بتسكت، بينما سهيل بيوصل المكان اللي فيه ام سمر وعدنان وبيبقى فرحان جدا ان خطته ماشيه تمام، وان ام سمر المزيفه دي بتعمل اللي هو عايزه وهو اللي جايبها. اثناء كتب الكتاب المأذون بيسال رويده كمال يا بنتي تردي موافقه ولا لا؟ بتفضل ساكته، الكل بيبص لبعضه في ايه يا رويده مالك؟ مره واحده قامت وقالت لا مش موافقه مش عايزه، والكل مصدوم وهي بتبكي ومحدش عارف في ايه، وسام واقف بعيد بيعيط، لكن لما بيشوفها قالت لا بيستغرب. هنشوف بعد كده مصايب هند في الحلقات اللي جايه، وهنشوف ازاي هيقدر كمال يرجع رويده ليه تاني او ايه اللي هيحصل بينهم بالظبط. كل ده هنشوف الحلقات الجايه من مسلسل حيره، والفيديو بتاعي بيخلص ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديوهات كتير وتسريبات ومقاطع لمسلسل حيره. ما تنسونيش لايك اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم كل شيء هوايه. باي باي.